متابعينا الكرام، شوطا ينتهي وشوطا ينطلق، لازال التوقيت الافضل تحت اقدام الظبي السيد سالم بن محمد بن مهنا المحرمي، دقيقتين وخمس ثواني، التوقيت الافضل في هذا الصباح الجميل يروح مع شعير بن مهنا. شكرا شكرا يا بن مهنا. نسير مع هذا الشوط الرابع بمجموعه الاشواط والثاني للجعدان. نسير محمد بن سعيد بن مبارك المنصوري يقدم لنا شاهين بهذا الشوط، بينما المركز الثاني قادم شعار بن حمرور. شعار بن حمرور واصل ما شاء الله على، ولكن وصول ايضا قدوم قوي، قدوم قوي من قبل هذا هو شاهين صالح بن احمد بن حربي العامري والمركز الثالث متواجد الان. وصول وصول من قبل، من قبل الحابر عمر بن بطي بن احمد المزروعي. المركز الرابع سعيد بن محمد الكليلي مع شاهين، والمركز الخامس شاهين خلفان بن سعيد بن عيلان المهيري. هذه النتيجة متابعينا الكرام، نتيجتنا للخمسة المراكز الأولى. ولكن المنصوري 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 راح المنصوري مع شاهين حمد بن سعيد بن مبارك المنصوري. من يبحث عن النصر يبحث عن الفوز والانتصار. هذا هو شاهين على مقدمة هذا الشوط. ونقول جولة الأوامر يا شباب، جولة الأوامر. هذا هو الغادم الآن شاهين خلفان بن سعيد بن عيلان المهيري. وصل وصل بالحربي، قادم بالحربي الآن مع المركز الثالث مبارك بالحربي العامري. ولكن بنقول المنصوري 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 حمد بن سعيد بن مبارك المنصوري من يحكم القبضة مع الأبطال الأخيرة. المركز الثاني شاهين، سيد خلفان بن سعيد عيلان البيري، ثالثا للسيد مبارك مسلي بن حرب العامري مع وجود اللي هو البحر، البحر طامي مع المركز الثالث. والتوقيت الزمني دقيقتين 10 ثواني و80 جزء من الثانية. نقدم التحية.